السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم وصفة للشعر بتغذي الشعر قوي وبتخليه ناعم وبتفرده يعني وبتخليه بيلمع من غير اي حاجة. الوصفة ديت لو انتوا اتبعتوها هتجيب نتيجة حلوة قوي مع شعركم. دي عندي بذور كتان اهي، بصوا شكلها عامل ازاي، شبه السمسم كده بس كبيرة شوية ولونها بني. دي بذور الكتان، وعندي جوز الهند، زيت جوز الهند انا كنت عاملاه قبل كده في فيديو، فانا عندي منه في التلاجة، بحفظه على طول في التلاجة، لازم احطه في التلاجة. الخطوة بقى الاولانية، انا جيت دلوقتي على البوتاجاز ومعايا الكتان وحطيت طبق عشان يبقى مفروض يعني واضح قدامكم، ممكن تحطوا حاجة أكبر انتوا ممكن يعني، انما انا قلت احط قدامكم حاجة غويطة وباينة علشان خاطر اعمل لكم فيه بذور الكتان. هلوقتي انا حطيته على النار، وهحط دلوقتي معلقتين من دول اهو، طبعا على حسب كمية الاناء اللي عندكم اللي انتوا حاطينه على النار ممكن تزودوا الكتان. انا هحط عليهم كوباية مية ومولع عليهم النار وهسيبهم ياخدوا غلوة والتانية معاكم واحدة واحدة كده، وهوريكم بيغلي ازاي وهيوصل للدرجة قد ايه عشان خاطر ينفعوا من على النار. اهو بصوا بقى التقيل ازاي، بيبتدي يتقل معايا ازاي، على فكرة بيغلي بسرعة ما بياخدش دقيقتين على النار. بصوا تقيل معايا ازاي، انا التقل ده بقى انا هصفيه، وانا قلت لكم معلقتين كبار من دول كتان البذور دي، وتحطوا عليها كوباية مية، وبعد كده هصفيه معاكم على طرحة وهوريكم خطوة خطوة انا بعمل ايه. هو كده معايا بقى جاهز حلو قوي كده التقل ده، وهوريكم بقى بعد ما يبرد شوية هعمل ايه. وهو بصوا عامل ازاي بيرد معايا، بصوا عامل ازاي، انتوا تقولوا بقى انه كده مش هيتصفى، لا ان شاء الله هيتصفى وهوريكم هتصفوه ازاي. انا عندي طرحة هصفيه فيها، اللي هيطلع منه اهو احطها كده، احطه هو كده. طبعا الكميه اللي انتوا عايزينها بالنسبه لايه لطول الشعر، ويا ريت تحتفظوا بيه برده في الثلاجه لمده بالكتير قوي 3 ايام. بصوا وهبصوا هنزله كده وخلاص واصفيه من الطرحه واخلصه بقى ووريه لكم بقى عامل ازاي. وهو بعد ما صفيته اهو هو بيبقى بالشكل ده، ولا ليه ريحه ولا ليه لون، يعني مش بيأثر على الشعر في اي حاجه. لو دهنتوا بيه الشعر بعد الطريقه اللي انا هعملها دي جميله جدا، وبتنعم وبتلمع الشعر وبتخليه زي الكرياتين، طبعا مع الاستعمال كل مره ومع الاعتناء بشعرك بقى اكيد يعني. فانا هحط الكميه دي على كميه الزيت اللي عندي دي، طبعا انا حطيت الكميه اللي انا حطيتها دي نفس الكميه بتاعت الزيت يعني دي قد دي بالظبط اهو، وهقلبه ببعض كده همزجهم كلهم في بعض اهو. وهو بعد ما قلبته، طبعا لما قلبته ما تقلبش معايا كويس، فقمت ضربته في الكبه، اضربوه في الكبه عشان كله يمتزج ببعضه. وهو بس بقى ما اقولكوش النتيجه عامله ازاي، طبعا ريحه الزيت اللي هو بتاع جوز الهند، زيت جوز الهند حلو قوي ريحته طالعه فيه جامد جامد يعني. اما الكتان فهو ملهوش لا ريحه ولا بيعمل اي حاجه في الشعر الا بينعمه وبيخليه بيلمع ومفرود. وجربوا الوصفه دي واكتبوا لي في التعليقات ان كانت حلوه معاكم ولا لا. اهي وصفه جميله قوي، وعلى فكره انا مجرباها قبل كده علشان خاطر قلت لما جربتها ولقيتها حلوه قلت اقدمها معاكم. ويا رب يكون الفيديو خفيف عليكم، ويا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.